الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إحدى الظواهر التي تصيب البشر مشكله انتظار الفرج ثم الطغيان عليه نرى كثيرا من الناس من عوامهم وخواصهم ينتظر الفرج يدعو للفرج ولكن بعد الفرج وبعد حصول مبتغاه يطغى ويتغير رايه اليهود كان في التوراه مما كتب في التوراه ان التوراه بشرهم وان النبي موسى بشرهم بنبي ياتي من بعده وهو النبي عيسى. بعد ظهور النبي عيسى انقلبوا عليه. كثير منهم، لماذا؟ مع انهم كانوا ينتظرون النبي عيسى بفارق الصابرة، حتى يخلصهم من ظلم الظلمة ومن الطواغيت، لماذا؟ المسيحيون كانوا ينتظرون حسب ما هو مبشر في الانجيل بنبي ياتي من بعده اسمه احمد. ولكن بعد ظهور الرسول الاعظم صلى الله عليه واله طغوا عليه. كثير من المسلمين كانوا ينتظرون الفرج، ولكن بعد الفرج ترون الطغيان على ذلك الفرج. في رواياتنا انه كثير ممن ينتظر ظهور الامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا ينقلب على الإمام بعد ظهور الإمام، أين تكمن المشكلة؟ المشكلة في أن المصالح تختلف مع ما يحصل في الخارج، علماء اليهود، كبار اليهود، كانت الأموال تجبى إليهم، كانوا كبراء في قومهم، طبعًا ينتظرون الفرج ليكون الفرج في مصلحتهم أكثر. فاذا لم يكن كذلك علي بن ابي الحمزه البطائني الامام الكاظم سلام الله عليه في السجن هو كبير العلماء الاموال تجبى اليه تجتمع عنده الاخماس والزكوات وقطعا كان ممن يدعو لفرج الامام الكاظم ولكن بعد ان استلم الامام الرضا الامامه بعد استشهاد الامام الكاظم انقلب لماذا؟ لان الامام الرضا كتب اليه انه ابعث الينا ما عندك هالسنين الطويله من الاموال. العلماء الذين ينقلبون على الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف والخواص الذين ينقلبون على الامام الحجه شنو الوجه في ذلك؟ لان ظهور الامام لا يساعد مصالحهم. عندهم مكتسبات عندهم اعتبار بين الناس قد الإمام يأتي وينقض رأي هذا الفقيه ويجري الحد الشرعي على رجل آخر ما يتحمل ما يتصور ذلك اليهود عندما انتظروا النبي عيسى كانوا يتصورون أن النبي عيسى يأتي وينقذهم ويزيد في نعمهم النبي عيسى أتى بدين جديد بشريعة جديدة وله أحكام كثير من أحكامه لا تطابق مصالحهم لذلك نرى انه هذه المشكله الايمان الحقيقي لا يكون الا بعد الامتحان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى في نفسه يعني عندما ياتي الامام الرضا سلام الله عليه مثلا ويجعل الامام حكما الامام يحكم عليه أنا اتخذت الإمام حكما حتى في نفسي لا أجد حرج مضاضة صعوبة من تقبل حكم الإمام هذا الإيمان الحقيقي لذلك النبي عيسى مع أنه الذين آمنوا به من اليهود ومن لم يؤمن به كثير منهم أيضا من اليهود أتى بالمعجزات لهؤلاء اليهود الذين كانوا ينتظرون ظهور النبي عيسى ولكنه ولكنهم خالفوه لانه مو على مذاقهم مو شهواتهم ومبتغياتهم. لذلك تشوف اذا في الايات المتعدده في الحرب يجلسون اذهب انت وربك فقاتل، لأنها هنا قاعدون. اما عند الغنائم ياتون. في ايات متعدده بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه واله والمنافقين أنه في الحرب لا طاقة لنا بالحرب ولكن في الغنائم نحن شركاء في الغنائم إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون السخط والرضا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله بمقدار العطاء أعطى لك أكثر فزيان أسكت أعطى لي أقل لا أنا ساخط ومتكلم لذلك أتى إلى سأل أحدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في شرح نهج البلاغة هذه الرواية والخطبة موجودة أنه لو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ولد هل كان القوم يرضخون لابن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن أبي الحديد ابن أبي الحديد في شرح النهج يذكر هذا القضية لو كان للرسول ولد يجي يسأل الإمام أمير المؤمنين في خلافته ومن خرج من القاسطين والمارقين و الذين خرجوا على امير المؤمنين. لو كان لرسول الله ولد هل اتحدت الامه على ابن رسول الله صلى الله عليه واله؟ امير المؤمنين يقول كلا بل لو كان له ولد لقتلوه. ليش؟ لان هم بالنتيجه انجبروا اجتمعوا تحت رايه رسول الله صلى الله عليه واله. اما في الحروب واما لان الرسول قوي شوكته. اما بعدين يجون يرضخون لرسول الله صلى الله عليه لابن رسول الله صلى الله عليه واله كلا سلام الله بل يقتلونه وقال بانه لا للنسب وصلت الخلافه لي وانما للجهاد الذي عندي ويذكر امير المؤمنين بعض فضائله فإذن المشكله انه ما دام المصالح لا تطابق مصالحي الخاصة لا تطابق ما يذكره الدين، ما يذكره الشريعة، ما يذكره الفقه ما تمليه علي الاخلاق فأنا اترك وإذا طابقت مصالحي كل هذه الأمور فتكون وفقا لمصالحي أنا أول المتدينين وأول المتشرعين وأول المتفقهين وأول المتخلقين بالأخلاق الحسنة هنا واحد لازم يمتحن نفسه معجزات النبي عيسى على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام معجزات كثيره طبعا هو برا ساحه امه سلام الله عليها السيده مريم مما تصوره اليهود في بيت المقدس السيده مريم خرجت الى منطقه ووضعت حملها على في الروايات على قرب شط كوفه المقصود كربلاء وبعد ذلك عندما رجعت في القضية المعروفة إلى قومها اتهمت ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يا أخت هارون اتهمت فالله عز وجل كلم النبي عيسى وهو في المهد فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا جعلني نبيا فالنبوة مع النبي عيسى منذ ولادته ولكن بعد هذه الكلمات التي صدرت من فم النبي عيسى لم يتكلم الى حين كلام الاطفال الصغار، يعني الاطفال الصغار ثمانية اشهر، سنة يتكلمون بعد النبي عيسى ما تكلم. انتهى الكلام، فقط كان اتمام الحجة عليهم واظهاره وتبرأته ساحة السيدة مريم سلام الله عليها. فلم يتكلم إلى ذلك الوقت. وبعده أخذته السيدة مريم حتى لا يقتله اليهود. اليهود الذين كانوا ينتظرون عيسى راوا عيسى زيان الان كيف قوتهم بفقدان النبي عيسى اذا النبي عيسى اجى خلاص دكانهم ينسد اللي فاتح له دكان طبعا فاخذته السيده مريم الى النجف الاشرف كما في البحار فكانت مع النبي عيسى في النجف الاشرف للسنين بس هذه السنين في بعض الروايات سبع سنين ثمانية سنوات وبعد ذلك رجع النبي عيسى إلى بيت المقدس وهناك أظهر رسالته يعني كان نبيا فأصبح رسولا هذه رواية في رواية أخرى إلى ثلاثين سنة بعد ثلاثين سنة أصبح رسولا فبلغ سنتين إلى ثلاث سنوات وبعد ذلك هم اليهود الذين أغروا قيصر بأنه لو بقي عيسى هذا كرسيك وملكك راح ينزاح فبعث جلاوزته قيصر بعث جلاوزته لاعتقال النبي عيسى هنا طبعا الامتحانات المختلفة التي جرت ومنها الامتحان على الحواريين الذين طلبوا المائدة من السماء نزلت المائدة من السماء تسعة أقراص كما في رواية وتسعة أسماك صغيرة ولكن في تفسير العياشي اللطيف أنه وقد أكل من هذه المائدة تسعة أقراص صغيرة من الخبز وأسماك صغيرة تسعة فقط أكل كما في تفسير العياشي من هذه المائدة أربعة آلاف وسبعمائة شخص بالإعجاز طبعا أربعة آلاف وسبعمائة شخص الذين اكلوا من مائده السماء الكرامات الاخرى احياء الموتى ابراء الاكمه والابرص وما الى ذلك خلق هذا الطائر والنفخ باذن الله عز وجل فيه هنا اليهود لا يذكرون هذه المعجزات في مقام الاحتجاج مع رسول الله صلى الله عليه واله لا يذكرون هذه المعجزات بان النبي عيسى لانه مجموعه من اليهود اتوا الى رسول الله صلى الله عليه واله ليناقشوه لي ويقولون بان فضائل الانبياء لا توجد فيك فلست نبيا. وعددوا فضائل النبي ادم والنبي ابراهيم والنبي نوح مضت. اما النبي عيسى فما هي فضيلته؟ لم يذكروا ابراء الاكمه ولا أه إحياء الموتى ولا هذه المائده وإنما ذكروا قضيه هي القضيه ترتبط بأن النبي عيسى كما في هذه الروايه وفي بعض الروايات الأخرى نذكرها ذهب الى عقبه يعني منحنى صعب من جبل في أورشليم في القدس في بيت المقدس وهناك الشياطين أرادوا أن يؤذوه فأمر الله عز وجل جبرائيل أن يضرب الشياطين بجناحه فيلقيهم في النار فضربهم فألقاهم في النار قالوا هذه كرامة عيسى سلام الله عليه لماذا لم يذكروا تلك الكرامات الباهرة إحياء الميت هذا مو شيء طبيعي هل يمكن أن يعود الميت أبدا حسب الظواهر أصلا ما يمكن إبراء الأكمه والأبرص اللطيف أن النبي عيسى سلام الله عليه كان في, في التاريخ موجود انه اجتمع الاف مؤلفه من المرضى، لان النبي عيسى كان سائح يعني دائما يسيح الارض يمشي في الارض، ما كان يستقر في مكان، لذلك ما كان متزوج، ما عنده بيوت، دائما من هنا الى هناك، من قريه الى قريه، ينصحهم يرشدهم خلال هالفتره فتره رسالته. فالنبي عيسى سلام الله عليه اللطيف فيه انه طبعا كان يقول بان دابتي رجلاي وخادمي يداي وفي الشتاء اذهب الى مشارق الارض دفئي الى مشارق الارض على يعني محل الشمس يعني هكذا كان رجل زاهد جدا الاف مؤلف اجتمعوا سمعوا بان النبي عيسى دي يجي الى هذه المدينه فاجتمع الاف مؤلفه من المرضى فصعد الجبل باشاره واحده او بكلام واحد كلهم اصحاب الامراض المختلفه المستعصيه الذين عجز الاطباء في ذلك الوقت طبعا لان معجزه كل نبي تساوي وتقهر وتقهر ما هو رائج في البلد في ذلك الوقت حتى الناس حتى العوام يفهمون مثلا البلاغه كانت رائجه فمعجزه الرسول صلى الله عليه واله القران ببلاغته طبعا وبغير بلاغته بالمعجزات الموجوده في القران. ففي زمن النبي عيسى سلام الله عليه الطب كان أمر رائجا. اذا واحد طبيب ويشفي الامراض المستعصيه هذا كان ينتشر صيته في اصقاع الارض. فالنبي عيسى سلام الله عليه اتى بابراء الاكمه والابرص. فباشاره واحده بالاشاره هم شنو يعطي علاج وصفه او في الذكر واحد واحد يشفيهم مو كذا ألف واحد يجتمعون بإشارة واحدة يشفون بإذن الله عز وجل هذه كانت طريقة النبي عيسى لم يذكر اليهود هذه الكرامات وذكروا هذه الكرامة بأن الشياطين أخذوا النبي عيسى في تلك العقبة في جبل في أورشليم وأرادوا إذاءه فجبرائيل ضربهم يمكن كاحتمال اليهود ما كانوا يقبلون النبي عيسى اليهود لو كانوا يقبلون النبي عيسى هل آمنوا به ما كانوا يهود كانوا نصارى فيمكن ما يقبلون النبي عيسى وإنما يجون يقولون هذا المذكور اللي يدعو النصارى أن النبي عيسى كذا كان هكذا فذكروا هذه الكرامة للنبي سلام الله عليه في احتمال آخر بانه المعجزات على وجه التحدي. هذه لاثبات النبوه. يعني واحد مدعي النبوه اذا اليهود كانوا يقبلون النبي عيسى يحيي الموتى فواحد يجي يقول لهم شلون؟ اذا هذا احيى الموتى وهذا معجزه واحنا بينا في محاضره سابقه الفرق بين الكرامه والمعجزه لان المعجزه في مقام التحدي. يعني فد واحد يدعي النبوه ويقول دليل نبوتي اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. ابرؤ لك دليل النبوه فاذا هذا صار دليل النبوه واليهود اقروا بان هذا دليل نبوه رسول الله صلى الله عليه واله دليل نبوه النبي عيسى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. فاذا المفروض ان يقروا بنبوته. وأن يبقوا يهود فلذلك ما يذكرون ف كرامة اللي هي في مقام التحدي حتى تكون معجزة يمكن أي واحد ولي من أولياء الله أي واحد ولي من أولياء الله أن يحميه جبرائيل من الشياطين هذا ممكن فلذلك ذكروا هذه الكرامة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال زيان هذه كرامة للنبي عيسى طبعا في إنجيل متى في الباب الرابع إيه مذكور أن إبليس دعا عيسى إلى جبل في أورشليم وهناك قال له إن كنت طبعا هذا في إنجيل المحرف إنجيل متى وقال له إن كنت ابن الله فألق نفسك تأخذك الملائكة وهي الرواية احنا طبعا ذكرناها من كتبنا يمكن عن الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الرواية موجودة أن النبي عيسى قال: إن العبد لا يجرب ربه. شنو أنا أريد أجرب رب العالمين؟ أنه ألقي بنفسي كذا حتى الله يحفظني؟ لا. أنا تابع لله عز وجل، إن أمرني بذلك نعم وإلا فلا. فهناك يمكن يكون أنه الشيطان أتى وأذهب إبليس. يمكن يعني هذه الرواية تطابق ما في الإنجيل. طبعا لم يلقي نفسه في الانجيل ما مكتوب انه القى نفسه ولكن جبرائيل اتى كما في هذه الروايه وضرب وجوه الشياطين والقاها في النار اسمنا الشياطين ابليس وابليس فر خلى مرته اللي القوا في النار ممكن الرسول صلى الله عليه واله قال هذه كرامه مهمه صحيح بالفعل للنبي عيسى ولكن لي افضل منها شنو اللي افضل منها وقد صدقوه اليهود قال بأنه كنت راجعا من حرب بادر وجائعا شديد الجوع أتت يهودية إلي بالمعز الصغير اللي عمره سنة هذا يسمى بالجدي أتت بجدي مشوي فأردت أن أكل من هذا الجد فأنطق الله فأخذ الجدي فتكلم بلسان عربي فصيح اني مسموم فلا تاكلني قال رسول الله صلى الله عليه واله هذه افضل من تلك هناك جبرائيل حفظ النبي عيسى من الشياطين هنا هذا الجدي يتكلم اليهود هنا قبله وقالوا بالفعل نحن نقر بذلك لماذا؟ لانه اولا هذه المراه هي كانت مراه يهوديه التي قالت لرسول الله اني نذرت ان رجعت من حرب بدر سالما غانما ان اتيك بجدي مشوي وهذا الجدي المشوي. فهم اليهود هذول أربعين كانوا من كبار اليهود كانما كانوا متواطئين معها لانه في روايه يذكرها الفقيه الصدوق كما في بالي يقول بانه اجتمع كبار اليهود الى امراه وقالوا ان هذا الرجل الذي يدعي النبوه قد فرق شملنا وقد ادخل الفرقه بيننا وتاثر به الكثيرين واركان ديننا راحت هذه الاركان تتهدم وهذا سم مهلك قوي اجعليه في شات واخذيه فاذا هم اليهود كانوا يمكن هذول الاربعين كانوا شركاء في قضيه هذا الجدي وتلك المراه اليهوديه التي ارادت قتل رسول الله صلى الله عليه واله وتسميم رسول الله صلى الله عليه واله فلذلك قالوا صح النقطه الثانيه هذا الجد تكلم الرسول صلى الله عليه واله لم يطلب منه الكلام اخذ قال فضربت الجدي لاكل من لاخذ منه ان يعني الرسول صلى الله عليه واله كان يريد ياكل الجدي مو انه في مقام التحدي مو انه في مقام المعجزه ولا شيء ولا يريد من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله أنطق ذلك الجد ليتكلم فبما أن اليهود كانت قضيتهم هم يعرفون المرأة ويعرفون تفاصيل القضية وما ينقلونه عن النبي عيسى اما سامعي أو في بعض كتبهم أو من المسيح سامعي فرأوا أن هذه القضية بالفعل أهم يمكن الله عز وجل يحمل مؤمنة من كيد إبليس لأن الشياطين يحوطون بالإنسان ويجرون في الإنسان مجرى الدم كما مر بحث إبليس والشياطين ويمكن نتطرق إلى بعض في البحث القادم من هذا المبحث بالنسبة للنبي سليمان صلى الله عليه فيمكن الله عز وجل يحفظ المؤمن بجبرائيل بملائكته ومن أنواع المصائب ولكن هذه القضية قضية شهدتها الكثير وهم اليهود قائم قائمون عليها فهذا مما يقنعهم اكثر لذلك قالوا بالفعل فضيلتك اهم من تلك الفضيله التي ذكرناها عن النبي عيسى على نبينا واله وعليه افضل الصلاه وازكى السلام. لاحظوا الكتاب قالت اليهود عيسى خير منك. قال صلى الله عليه وآله ولم ذلك؟ قالوا إن عيسى بن مريم كان ذات يوم بعقبة بيت المقدس العقبة المرقى الصعب من الجبال المكان اللي قد يكون يسقط الإنسان منه لذلك في العقبة أرادوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بعقبة بيت المقدس فجاءه الشياطين ليحملوه ليحملوه يعني ليؤذوه أو ليحملوه يعني يحملوه ما لا طاقة له به يكلفوه بقضية المقصود بيحملوه يعني يؤذوه بس شنو الأذية؟ إن أنا ما ما التفصيل فأمر الله جبرائيل أن يضرب بجناحك الأيمن وجوه الشياطين وألقهم في النار فضرب بأجنحته وجوههم وألقاهم في النار طبعا في إنجيل متى وكذلك إنجيل لوقا أنه هذه القضية التي ذكرناها عن إبليس وعيسى على نبينا وعليه وعليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أعطيت أفضل من ذلك طبعا لما ذكروا هذه الكرامة ولم يذكروا تلك الكرامات بينا الوجه لأن تلك الكرامات معجزة والمعجزة يجب أن يؤمنوا بها فإن قبلوا بتلك الكرامات المفروض يقبلونه بنبوة عيسى مع انهم مو قابلين بنبوة عيسى فاضطروا الى كرامة يمكن ان تكون لاي ولي من اولياء الله عيسى زين ولي من اولياء الله ليس الا طبعا هم كانوا يعتقدون بان هذا عيسى المدعي للنبوة كاذب مفتر كذاب ما قبلوا قبل النبي عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه واله لقد اعطيت انا افضل من ذلك قالوا وما هو؟ قال اقبلت يوم بدر من قتال المشركين وانا جائع شديد الجوع فلما وردت المدينه استقبلتني امراه يهوديه وعلى راسها جفنه، جفنه وعاء كبير يؤكل فيه قدر قدر كبير على راسها وفي الجفنه جدي مشوي الذكر من اولاد المعز اللي عمره سنه هذا يسموه الجدي وفي كمها شيء من سكر شوية شكر وياها فقالت الحمد لله الذي منحك السلامة طبعا في رواياتنا أنه الرسول بعد ذلك المسلمين اجتمعوا حولها أرادوا اعتقالها أو ضربها فهي قالت أنا كان في بالي أنه أنت إذا كذاب ومفتر فالناس يتخلصون منك تأكل الجاد وتنتهي وإذا صادق ورسول من رب العالمين فما راح تاكل الجدي فالرسول عفى عنها إذا هي هذه حيلة كانت لها حتى تفر من العقوبة ولكن الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم بل حتى بغير المؤمنين كان رؤوفا رحيما طبعا في موضع العفو والرحمة فعفى عنها إذا آمنت لم تؤمن ما أتذكر راجع القضية فقالت الحمد لله الذي منحك السلامة وأعطاك النصر والظفر على الأعداء وإني قد كنت نذرت لله نذرا إن أقبلت سالما غانما من غزاة بدر لأذبحن هذا الجدي ولا أشوينه ولا أحملنه إليك لتأكله فقال النبي صلى الله عليه وآله فنزلت عن بغلتي الشهباء بياض يخالطه السواد هذا الأشهب بياض مع سواد مشوب السواد أو سواده أقوى من بياضه هذا الأشهب فنزلت عن بغلة الشهباء فضربت بيدي الى الجدي لاكله بس شنو الغريب في ذلك؟ امور غريبه اولا اعاده الروح الى الجدي والكل كانوا ناظرين والمراه اليهوديه موجوده يمكن لا زالت كانت حيه عندما اتوا هؤلاء اليهود الى رسول الله صلى الله عليه واله ويمكن هم كانوا اصحاب القضيه اصلا من اوصل السم لها فاعاده الروح للجد هذا ممتنع عاده فهذه كرامه وما ذكروا إحياء عيسى للموتى لأنه معجزة والمعجزة المفروض أن يؤمنوا به فذكروا تلك الكرامة فهذا أولا هذا أغرب ظاهرا عند الناس من إنقاذ جبرائيل الشيء الثاني الضرر المادي أقوى من الضرر المعنوي عند الناس عند عامة الناس صحيح المعنويات أهم من الماديات ولكن هناك هسه الله حفظ النبي عيسى من الشياطين وجود الشيطان ضرر معنوي ولكن الضرر المادي انه واحد ياكل جدي مسموم ويموت وتنتهي حياته. الانسان حاضر يقدم كل شيء ويحافظ على حياته. يبيع بيته يعطي كل شيء حتى يحافظ على حياته، لذلك الشهيد اجر عظيم عند الله عز وجل. لماذا؟ لانه يبذل اغلى شيء يملكه وهو حياته. اذا واحد مريض كل شيء يسوي حتى يبقى، يوم يبقى اكثر، ساعات يبقى اكثر. حتى انبياء الله عز وجل عندما كان ياتي اليهم عزرائيل ملك الموت ليقبض ارواحهم، كان يقول امهلني شويه اكثر، خلاص انتهت الايام، انتهت الساعه، انتهت السنون كما في الروايه عندما ياتي ملك الموت، انتهت السنون. يقول امهلني سنه فيقول ملك الموت انتهت السنون. يقول امهلني شهرا، انتهت الاشهر. أم يوما انتهت الأيام أم ساعة انتهت الساعة خلاص لسه ساعة مو يعني ستين دقيقة ساعة يعني فترة من الزمان. لحظات انتهت الواحد خلاص متشبث بالحياة. متشبث بكل ما يملك من قوة. فيقول فضربت بيدي إلى الجدي لأكله فالضرر المادي عند الناس. أعظم من الضرر المعنوي فلذلك رأوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله أهم من فضيلة النبي عيسى فضربت بيدي إلى الجدي اللي أكله فاستنطق الله الجدية الله أنطقه فاستوى على أربع قوائم وقال في رواية في الصدق فخذه تكلم فخذ الجدي تكلم بس مو من لسانه تكلم بلسان عربي فاستوى على اربع قوائم وقال يا محمد لا تاكلني فاني مسموم قالوا صدقت يا محمد هذا اليهود هذا خير من ذاك هذا خير من ذاك افضل من ذاك قال النبي صلى الله عليه واله هذه خمسه، عندنا دقيقتين انا اذكر بعض الروايات اللطيفه عن النبي عيسى سلام الله عليه يقول بحق اقول لكم ان الاجر محروس عليه، الكل وراء الاجر كل الناس وراء الاجر ان الاجر محروس عليه ولا يكت... ولا يدركه الا من يعمل الكل يريد الاجر بس الاجر المادي المعنوي العلم الرزق الكل دي يدور بس من اللي يحصله ولا يدركه الا من يعمل مثل ما ذكرنا سابقا من رواية عن الإمام الرضا من سألت سلام الله عليه من سألت توفيقه ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه الاجتهاد شرط هنا الأجر محروص عليه الكل يريدوه الأجر المادي أو المعنوي ولكن اللي يعمل هو اللي حصل الأجر في رواية أخرى خادمية داي ودابتي رجلاي وفراشي الأرض ووسادي الحجر ودفئي في الشتاء مشارق الأرض أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني هذا تناقض لا مو تناقض الغني من لا يحتاج إلى أي شخص ولا أي شيء فأغنى الأشخاص هو اي بن مريم سلام الله عليه في زمانه ما يحتاج لا يحتاج واحد لا يحتاج من يخدمه لا لا يحتاج الى دابه اي شيء اي شيء ما يحتاج الزاهد الحقيقي من لا يملكه شيء مو من لا يملك شيئا يعني يمكن واحد عنده من المليارات بس هاي المليارات يمكن بقرار واحد يدفعها كلها للحشد الشعبي مثلا اكو واحد هيك يسوي الا الشاذ الشاذ الا الشاذ الشاذ اذا موجود في رواية أخرى اللطيف أنه الإمام الرضا سلام الله عليه يقول عيسى كان يضحك ويبكي يحيى كان يبكي فقط وما يفعله عيسى خير مما يفعله مما يفعله يحيى لأنه واحد لازم يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله فيضحك ويخاف عذاب الله فيبكي وهل حالة لازم تتجذر عندنا إن شاء الله اكو طبعا روايات اخرى راجعوا حقيقه حكم كثيره عن النبي عيسى سلام الله عليه حكم كثيره جدا لطيفه ومختصره اذا واحد يقدر يراجع الكلمات القصار للنبي عيسى هو يقدر يستفيد هذا وصلى الله على محمد واله الطاهرين